أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في إحدى البلدان التي تدين بالكفر المسلمون يظلمون من قبل الكفار. إيه، هم يقيمون عند الكفار يظلمونهم ولم يهاجروا. نعم. يقول أحسن الله إليكم: فهل يجوز رفع الأمر إلى محكمتهم؟ هل يجوز رفع الأمر، أمر الظلم، إلى محكمتهم؟ إذا كان يطالب بحقه ولم يظلم أحدا وليس له مجال إلا القانون فلا بأس، لأنه ما هو بظالم، يأخذ حقه فقط. نعم. ولا يضيع حقه، ما يترك حقه يضيع. نعم.